الله يساعدك حبيبي. هلا دزني عليك حياوي. عصافير بالقفص؟ طارن بس حي اللزمة. ماي البوري لو بطل من الماركت؟ طبعا بطل من الماركت. الجدر اذا فار شو نسوي له؟ نخليه على نار هادية. هلا بك حبيبي، على شو جاي؟ اخيك ابن خالتي بالمستشفى ورايد لحظ. ايش بيه حظه بخالتك؟ راد يطيش، يصور، يفتح لايف، يرقص، يأرقل، يصور بعائلته وينزل. بعد شنو أعراضه؟ صور بالبالة، صور بشارع الرشيد، اتريق باقل له دهن بصدريه، 10 مرات ينزل قهوة قمر، الا اقول لك سوى وثائقي على القهوة القمر او رجع للجزر الوسطية، رقص وما قعدت تجي وياه. أكل من قصم كلثوم؟ نفرين. هذا واصل مرحلة بخالتك. هاك هذا علاجه. الشريط هذا جماعة الطشة خلصوه. شو يسوي؟ هذا يقلل من مفعول الترند. اسبوع تسمع خبره. شنو؟ قصدي يعني حيصير زين. يلا تمشي ليلتمن البزازين. ممنون. هلا. مساء الخير. مساء النور. دزني عليك حياوي. عصافير بالقفص؟ ها؟ العصافير بالقفص؟ لا لا، طارن وحين لزمن. ماي البوري لو بطل من الماركت؟ بطل من الماركت طبعا. جدر ذا فار شو نسوي له؟ ما ادري. جدر ذا فار شو نسوي له؟ ما ادري نطفيه وما اعرف اطبخ والله. طبخ شالي جدر ذا يفور. نهدي عليه النار. احكي شو تريدين؟ اريد شويه كرامه. المن؟ الي لان مبين دايخونك ومكلبه بيه. ايش مدريك؟ مبينه ما دام عينك بالقاع. وهش عليها؟ دا تدورين على كرامتك. بس قال لي هاي اخر مره. خليه ولن. اعطيني كرامه العد. روحي راح تجيش للبيت هي وعزة نفس. شكرا والله كلش اشكرك يعني. بس عندي سؤال. مين اطلع على الصدريه؟ شو تريدين تراقين باقي اللو دهن؟ اي. لا روحي ماك عزة نفس. يلا. هيا ودزني عليك. عصافير بالقفص؟ هيا ودزني عليك. زي ماي من البوري لو بطل من الماركت؟ هيا ودزني عليك. جدر ذا فار شو نسوي له زين؟ هيا ودزني عليك. حبيبي تفهم الموضوع غلط، قل للحيوي بطل يبيع هاي السوالف. هيا ودزني عليك. بطلت تلقاه بغير ركن قلبي. هيا ودزني عليك. زين هو حيوي وين؟ بالصدريه. دا ياكل باقي له بالدهن همين مو؟ لا جيمر. ايش عجب؟ مختلف. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. هذا الولد حياوي شوية طويل. عصافير بالقفص؟ طارن بس الزمن وين يروح؟ زين ماي من البوري لو بطل من الماركت؟ يا معود اي قز القرط من الماركت. اخويا قهرتني عوفة للجدر على النار، بس احكي لي ايش بيك؟ اريد شخصية. مرتك دتهينك مو؟ طلقتني. لا عاد بالبيت ما حدا يحترمك. شامريني بالشارع. لا عاد شو تسوي بالشخصية يا اخوي؟ انا موظف والمدير دائما يهين بي، تخيل. أنا الموظف الوحيد اللي أنهام بالعطل. خويا بطل العاد، شلك بهالشغلة، روح شوف لك شغلة أحسن. إيش أشتغل؟ ما تقول لي إيش أشتغل، خليني حالي حال أي موظف عراقي يشتغل وهو ساكت. أعطيني شخصية أعطيني. وأنا ليه ما عندي شخصية؟ قلت لك روح بطل، أودي أنا داحل لك إياها. يلا بقت عليك، هينو براحتكم، هينو. بس صوتك نصيه، ليل تم الشناب. السلام عليكم. عليكم السلام. أني عصافير بالقفص؟ لا، أني ابن خالة اللي إجاك أول واحد أول ترنت اللي انطيته هاي الحباية. بصراحة من جابولي هاي الحباية أنا في الصدرية دا أسوي تحدي مال تفليش آيفون برو، بس من أخذت الحباية الحمد لله والشكر عفت الموضوع. إيه الحمد لله. زين هسه ايش تحس؟ سخفا للحياة. يعني شنو؟ يعني إحنا حتى نعيش لازم نموت ونرتاح. الحياة عدمية طوطمية عبثية. أنت الحباية اشتغلت عندك بالعكس. لا بالعكس، هي الحياة منتهية، هاي شغلتك منتهية. شغلتي منتهية؟ لك هاي الحباية. هاي شنو؟ هاي تخليك بعد ما توصل للكرادة. زين إذا عجبني أشرب قهوة. سويها بالبيت. حلوة سادة. رأسها بالبيت شعلياني. هذا اللي وازيك ترجع للصدرية. الباقي اللي أحسن.